برحب بكم من جديد كل السادة اللي انضميتوا لمشاهدتنا في هذه الفقرة. فقرة اليوم مع ضيفة معروفة وضيفة مميزة، فقرة ميس لندن، أول فقرة مع ميس لندن، مع أستاذة مها محمد الرضا، رئيس مجلس إدارة ميس لندن. مرحبا بك أستاذة مها، سعيدين أنك تطلع علينا عبر 2015. شكرا لك يا نهلة، كل سنة وانت طيبة، وكل طيبة سنة وجميع المشاهدين والسودان بخير إن شاء الله. إن شاء الله سنة تكون سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. يا رب ربنا يجعلها سنة سعيدة وسنة خير علينا. طبعا يمكن إحنا يا مس لندن أو يا مها الاثنين مسموح بهم يعني، لأنك اشتهرت بمس لندن، جبناك في هذه الحلقة يعني سرحتي أنت، قلتي لأنك مسافرة تقريبا الأحد الجاي. أيوة. فعشان كذا فضلنا أنك تطلي وتكملي موضوعك البديتي، وعرفت السادة المشاهدين أنه يخلص في هذه الحلقة. يا ريت يا مس لندن تحدثينا، يمكن ظهرتي معنا في شهر ديسمبر تقريبا بمجموعة من الكريمات والمنتجات اللي جبتها من البرازيل وأوروبا، زي ما المشاهد نحاول نعمل له ريفرش. فياريت تحدثينا عن جديدك في 2015، لأنك انت وعدتي السادة المشاهدين انه في جديد في 2015، مع ان المدة كانت صغيرة. صغيرة أيوة. أيوة. احنا الحلقة او الفقرة اللي فاتت في شهر ديسمبر تكلمت عن مشاكل البشرة والشعر، تفتيح باختصار يعني، عرضت الجديد كذا باختصار، وقمت وعدت لأنه يعني في أسئلة كثيرة بتجينا من الزباين. طبعا إحنا في شغلنا في ميس لندن أكثر حاجة بنهتم بها التطوير والتجديد، ما بنقيف عليه مثلا إنه إحنا نجيب منتج واحد خلاص نبيع منتج بتاع تفتيح، لا، عندنا قسم كامل بتاع ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني أبحاث وتطويرات دائمة، بيفتشوا عن المنتجات الجديدة في العالم وبيورونا نمشي نحضر المعارض وين، يعني ده شغلهم. فمن شغل القسم ده إضافة لإفادات الزبائن كل مرة بنجيب منتجات جديدة، فبقى عندنا مجموعة كبيرة جدا من المنتجات، وبالذات في قصة التفتيح دي، وحبيت إنه يعني أركز عليها لأنها ممكن تكون يعني ناس كتار مثلا ما عندهم ليها الإدراك الكامل يعني. فحلقة الليلة إن شاء الله حنقوم نتكلم عن التفتيح كجزء أول، بعد ما أسافر وأرجع إن شاء الله حنقوم نتكلم بإسهاب أكثر برضو في جزء ثاني إن شاء الله. إن شاء الله. بس إحنا حنواصل في المنتجات بتاعت التفتيح، والمنتجات الأخرى إن شاء الله حنشاهدها في المحطة الخارجية إن شاء الله. نطلع المحطة الخارجية ونعود نتواصل معكم. Not us prevent fine lines and wrinkles, plump sagging skin, firms, smooths, brightens, plus everything else your skin needs. I didn't know how great my skin could be until I tried Skin Active. I love it. Skin Active from Skin Doctors. It's everything your skin needs. Lighten dark patches. Use Lighten X Plus, the most effective skin lightening cream by Pharma Clinics. Lightening ingredients, including octadecanoic complex that gives you fast and effective results. Lighten X Plus by Pharma Clinics, scientifically developed for Asian and darker skin tones. Get blemish-free skin. For immediate visible results, use Acne X by Pharma Clinics. Acne X is a powerful combination formula that prevents acne, treats acne, clears dark marks left by acne, treats rosacea, and treats razor bumps too. Acne X cream is clinically proven to give you a clear complexion within just a few days. Acne X is widely recommended by leading dermatologists around the world. Stubborn dark circles and wrinkles around the eyes. No problem. Iris heals and repairs. Available at leading chemists and online at pharmaclinics.com. Iris for men. Say goodbye to dark circles and wrinkles. بشرتنا عرضة لتشكل البقع الداكنة حول العينين والجبهة والخدين، حيث تؤدي الشمس لتشكل الميلانين. لايتينكس يمنع سداد البشرة بإعاقته التيروزينيز، مما يترك البشرة أكثر صفاء وبياضا. مرحبا من جديد. ميس لندن، قبل ما نتحدث عن ما شاهدناه في المحطة الخارجية من كثير من المنتجات، حنتحدث عن التفتيح. التفتيح بيمثل هاجس كبير جدا بالنسبة للمرأة السودانية، لكن احنا عايزين نعرف ميس لندن نظرتها للتفتيح بالنسبة للمرأة السودانية ورايك فيه شنو انت؟
يعني كشركة مثل لامسا؟ احنا انا بصراحة يعني عندي رأي في كلمة تفتيح، لكن بستعملها يعني عشان أقدر أخاطب الناس لأنها كلمة شائعة. لكن إحنا بننظر للتفتيح كنضارة وإعادة اللون للون الطبيعي، ما بننظر للتفتيح كتغيير لون. عشان كده إحنا بنحارب العادات الضارة واستعمال المنتجات الكيميكلز الهارش اللي هي ممكن تسلخ الجلد وبعد ذاك الواحد يعاني من مشاكل وأعراض جانبية علاجها صعب. فتفتيحنا دائما بيكون نضارة ولون بيكون شكله طبيعي وجميل. بننظر الحياة بطريقة علمية يعني وبترتيب. مثلا حالة وصلتنا في المركز بتمر من يعني بخطوات معينة. أول حاجة بيكون في جلسة استشارية. جلسة استشارية بنحدد فيها المشكلة كيف، أسبابها شنو، بنسأل أسئلة كتير، بنقعد نتونس مع الزبائن يعني. بنعرف الهيستوري، عندها لها كم سنة، استعملت شنو، حاليا بتستعمل في شنو، وبنعمل أناليسز للبشرة. بعد ذاك بنهيئ الزبونة نفسيا، لأن الحتة دي مهمة جدا، بنهيئ نفسيا لأنه مشكلتها حجمها شنو وبتاخد قدر شنو من الوقت. لأنه في كده يعني نظرة لأنه يعني شائعة أنه أنا عايز علاج سريع. الأسبوع الجاي عايزة المشكلة دي تروح من الشيء. أكيد بقولك فضل الله أسبوع عندي مناسبة يعني تساعديني. طبعا يعني إحنا دارين تنظيم للزمن، دي أكتر حاجة، أكتر من الكريمات. أكيد طبعا المفروض يكون عندنا يعني نشوف المناسبة جاي يمكن قبلها بفترة ونبتدي العلاج. لكن بنجهز السيدة أو الفتاة إنه في ناس ممكن مشكلتهم فعلا تتحل في عدة أيام، في منتجات عندنا بتشتغل في أيام بسيطة. في ناس مثلا حسب طبيعة جلدهم وسمك الجلد، يعني أنا استمعت للدكتورة ندى قبل شوية وهي يعني علقت على الحتة دي، سماكة الجلد مثلا، القشرة الموجودة في الجلد دي كلها ممكن تأثر على إنه العلاج ياخد فترة قدر شنو. أكيد. بعد ما هيئنا الزبونة نفسيا وخلانا ارتاحت وعرفت إنه خلاص الحاجة دي مثلا حيكون توقيتها كده، بنبتدي العلاج. ابتدينا العلاج بنواصل وبنتابع. دايما بيكون في اتصال يعني مينيمم اسبوعيا او كل اسبوعين. وبنحدد دايما موعد للسيدة او الفتاة ترجع لنا عشان نشوف التطور كيف، وعلاقتنا ما بتنتهي معهم يعني بتكون طوالي مستمرة، وفي علاقة امتدادية. أيوة. طيب يا مس لندن، بنلقى انه برضو او شاهدنا في المحطة الخارجية كثير من الكريمات اللي اتعرضت يعني كثيرة يعني. فياريت تحدثينا عنها كده اول حاجة كلها مع بعض والتاني بعدين نستفيد اكثر. تمام. زي ما قلت احنا الليلة حنبتدي نتكلم عن التفتيح كجزء اول. حنبتدي نتكلم عن المنتجات وعن حالات التفتيح في بدايتها، أو الحالات اللي هي ممكن تتعالج بكريمات، أو الناس اللي مثلا بيبحثوا عن نضارة. عرضنا أول منتج كان اسمه سكين أكتيف. هو منتج أسترالي، يعني منتج بيحل 14 مشكلة في البشرة. المنتج ده احنا بنوصفه للشباب اللي هم عايزين وقاية وعايزين كريم للعناية اليومية، أو عندهم بدت آثار الزمن بصورة خفيفة. نعم. طبعا آثار الزمن بتظهر في زمننا ده. نعم. من بدري في العشرينات. أيوة. نعم. فأي يعني ما بس تصبغ جلدي، ممكن تكون بيشتغل في 14 مشكلة، التجاعيد الخفيفة، الخطوط الدقيقة، في جفاف البشرة برضو بيساعد البشرة الدهنية، بيشتغل في احمرار البشرة وحساسيتها، والمسامات الواسعة، ويعني بيشتغل في 14 مشكلة تقريبا، هي كل المشاكل اللي ممكن تتعرض لها البشرة وهي شابة. أي وهي شابة البشرة كوقاية بنستعمله للشباب. في ناس ربنا اداهم نعمة يعني هم بيكونوا مثلا أعمارهم شوية أكبر في الثلاثينات أو كده، وبشرتهم كويسة بس محتاجة لنضارة، حبة نظافة كده وتفتيح بسيط، وممكن يعني علامات تكون لسه في بدايتها. فديل برضو بنوصف لهم المنتج ده عشان يعني أنا دايما ضد إنه أدي حاجة قوية. لكل حالة أكيد. عشان أنا ليه أبوظ البشرة مخصصة. أيوة. أنا يعني مفروض نحافظ على البشرة أكتر من إنه إحنا يعني نستهلك. أيوة. 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 فده واحد من المنتجات اللي تعرضت. طيب تاني في شنو عندكم برضو من الحاجات اللي تعرضت؟ في تكلمنا عن الأشعة الآيركس برضو اللي هو منتج بتاع العيون تفتيح العين. بتجينا حالات في المركز كثيرة عن عندهم الهالات السوداء.
أول حاجة بنقول لهم نوموا كويس واشربوا موية كثير واشربوا موية دائما بندي نصايح يعني عشان يكون في علاقة طبيعية. تكاملية ما بين الكريم والبشرة يعني. والبشرة أيوة وطريقة التغذية برضو لكن الكريم ده فعال جدا يعني جربوه الناس محبوب وكمان مرات لما الواحد يشتغل إنه يفتح وشه بنقول لهم ما تستعملوا كريم الوش في العين يعني دي ممنوعة لأنه البشرتين ده المختلفة زي ما قالت الدكتورة ندى بشرة رقيقة بتحتاج لمحتويات خاصة أيوة من أكثر المشاكل أنا بلاحظ إنه اللي بتواجه يعني بعض السيدات اللي بيجونا يمكن إنه بيستخدموا كريم الوجه على المنطقة تحت على العين أيوة فده بيؤدي إلى إنه بتصهر تجاعيد مبكرة بالمناسبة بسرعة كبيرة أيوة. جدا وده واحد من أسباب التجاعيد أيوة. غير إنه امتصاص المنطقة دي للكريمات بتكون شنية ما بتكون يعني سريعة فبالتالي ممكن تعمل مشكلة في النظر بالمناسبة وفي حاجات كثيرة صح طيب يا مها برضو شفنا في 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 المحطة الخارجية منتج لأثار حب الشباب ايوه فهذا المنتج يعني يمكن من اكثر المشاكل اللي بتواجه الشباب وبتواجه برضو حتى اصبحوا الكبار المشكله بتاعت الحبوب دي فيا ريت تحدثينا عن المنتج ده وعلاقته شنو بالتفتيح برضو يعني ليه دخلينا الليله والحلقه عن التفتيح زي ما قلت سؤال حلو المنتج هو اكنكس انا بحبه جدا لانه واحد من المنتجات يعني بدي نتائج سريعه وانا يعني جد تفاجأت بالفيدباك من الزباين من الكاستومرز حتى بيكتبوا في صفحتنا في الفيسبوك ومعجبين به شديد واحد من افضل مبيعاتنا علاقته بالتفتيح احنا لما نجي نتكلم عن اسمرار الجلد او مشاكل التصبغ الجلدي في حالات كثيره وفي اسباب كثيره في مثلا اسمرار بسبب اشعه الشمس التعرض لأشعة الشمس من غير واقي شمس ومن غير ترطيب في آثار الكلف في كلف بيظهر من الحمل في كلف من استعمال المنتجات الضارة الكيميائيات الحارقة للبشرة لكن واحدة من أسباب التصبغ الجلدي هي حب الشباب حب الشباب الحبة لما تنطفي لو الزول ما يعني حافظ على البشرة وكده بتترك ممكن تترك أثر ممكن الأثر ده ممكن يبقى أسود فالكريم ده هو ما بس بيشتغل على انه يزيل حبوب الشباب بيزيل حبوب الشباب وبيمنع ظهورها مره اخرى وفي نفس الوقت بيشتغل على الاثار اللي تركتها الحبوب يعني في عامل من التفتيح بيشتغل بس على الاثار السوداء الناتجه من حب الشباب طيب يمكن في سؤال جانبي في داخل هذا السؤال كيف انه الواحد يتفادى انه الحبه هي ذاتها تترك اثر اسود يمكن دي حاجه بتواجه البنات بصوره معديه يعني تعمل هاجس انه أيوة. الحبه عملت لي اثر الحبه فيعني كيف الواحده تقدر تعرف انه او تحاول انه الحبه دي ما تترك اثر اذا عندكم حل للمشكله الكبيره دي هو اهم حاجه انه الزول ما يهبش الحبه لا دي نمره واحد دي نمره واحد انا في ناس بيجوني بقول لهم انا ما حديكي منتج لوشك قدكي شطه ولا حاجه خدتها في يدك عشان ما تهبش وشك لانه اليد مليانه ميكروبات وممكن تسبب التهاب في الحبه لما تطفي بتبقى لونها اسود في حاجات تانية يعني أنا في ناس ربنا خلقهم هم بشرتهم دهنية يعني معرضة لأنها تقوم تطلع فيها حبوب كثيرة ده غير طبعا الأسباب بتاعت الهرمونات وكده يعني ممكن تطلع حبوب الشباب فالناس اللي احنا بننصحهم بأنه ما يعني حاولوا أنهم يتجنبوا يأكلوا الشوكولاتة ومثلا مواد دهنية كثيرة ويرطبوا البشرة يعني في ناس بيقول لك انا بشرتي مزيته ما عايز اخذ فيها كريم بتاع ترطيب ده مفهوم خاطئ ترطيب البشره ده مفروض يكون لاي نوع من انواع البشره مهما كانت حساسه دهنيه ان فاكت عدم الترطيب هو واحد من الاسباب لمشاكل البشره المعروفه كلها فمهما انا تكلمت عن الترطيب ما يعني ما حقدر اديه اهميته فيعني حاجات زي دي ما تلمس الحبه الاكل الشوكولاته اكل الشطه برضو دي حاجات معروفة التخفيف منها إضافة لنظافة الوجه بالمنتج الصحيح الغسول الصحيح يعني إحنا عندنا غسول في المركز بيلطف البشرة وبيزيل الميكروبات ويعني بيحافظ عليها يعني بخليها يعني محافظة وكده أيوة. لاحظنا إنه برضو مثلاً في المحطة الخارجية منتج اسمه لايتكس أيوة. فيعني الفرق
بينه وبين المنتجات الاخرى شو انا شايفك يعني مركز عليه وكده، فحبيت يعني اسال عنه هو براوي لوحده. ايوه فيا ريت تحدثينا عنه. اللايت نكس بلس ده هو منتج يعني له عندنا فتره، زي ما انا قلت في بدايه الحلقه انه يعني احنا قاعد نتطور، بنطور منتجاتنا وبنحدث وكده. في حاجات بتفضل معنا لانها جيده يعني، وده واحد من المنتجات اللي يعني كويسه شديد في التفتيح، تفتيح الاسمرار يعني. في منه ستيب 1 هنا معي، وفي ستيب 2 ده للكلف العميق. الكريم ده للناس اللي هم مثلا يعني عاوزين تفتيح بسيط، او نضاره، او ازاله اثار الشمس. بيشتغل على البشره عموما يعني، الاكنيكس بيشتغل عليه الاثار بتاعت الحب الشباب، لكن ده بيشتغل على البشره كلها. ايوه فده هو متكامل حتى مع الايركس، وفي معه كمان واحد للجسم. ويعني بيعجبني في المنتج ده انه بعد ما الوحده تحصل على النتيجه اللي هي عايزاها، المشكله ما بترجع تاني، ممكن تحتفظ بباقي العلبه. في الصيف احيانا تعرض لاشعه الشمس، ممكن الاسمرار شويه كده يرجع بسيط. طبعا معلش انا هنا حلخبط شويه، لكن حقول لك انه احنا اهم حاجه عندنا في مس لندن الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، يعني بنهتم بانه المشكله ما ترجع للزبونه ثاني، لكن بنهيئه. انت لو ما اتبعتي نصائحنا استعمال واقي الشمس والترطيب، المشكله ممكن ترجع ثاني. ايوه يعني العلاقه التكامليه ما بين واقي الشمس والكريم والترطيب كلها. ايوه فالاهتمام بالبشره والعنايه بها بيمنع انه المشكله ترجع ثاني. لو حصل انها رجعت، الزول ممكن يمسح من المنتج ده اسبوع اسبوعين، وخلاص يعني كل فتره كل كم شهر، وبعدك يواصل في العنايه اليوميه بتاعته. نعم. طيب مس لندن حنطلع على المحطه الخارجيه الثانيه ونعود نتواصل معك مره. حالة بتجينا هنا بنحللها أول، بنشوف مشكلتها شنو، بعدين بنقدم لها العلاج. عندنا ثقة متكاملة في كل منتجاتنا، يعني مؤمنين بمنتجاتنا إيمان تام. ليه؟ لأنه أول حاجة إحنا بنجرب منتجاتنا بنفسنا أول. بعد ما الفريق اللي هناك في لندن يجري اختبارات وتحاليله، إحنا كمان هنا بنجرب وبنبدي رأينا. علاقتنا مع الزبون ما بتنتهي لحظة البيع، هنا يا داب بالعكس، هنا يا داب ابتدت. ننظر للجمال بطريقة علمية مدروسة. المنتجات عندنا بتخضع لتحاليل وتجارب عديدة، وبنحاول نوصل إنه تكون المواد اللي بنستعملها في بتكون موجودة في المنتجات تكون مواد طبيعية ما بتأذي البشرة، ما بتأثر على البشرة مستقبلا، وبتكون مناسبة لجو السودان وبشرتنا نحن يعني. لكل الأعمار.
من جديد بكل السادة اللي انضموا إلى مشاهدتنا في هذه الفقرة. مرحبا بك تاني مس لندن. شاهدنا في المحطة الخارجية الإسطاف بتاع مس لندن تحدثوا عن الكثير من الأشياء الموجودة في مركز مس لندن. إحنا حابين نتحدث عن عارفين إنه مثلا بنلقى في السودان مشكلة كبيرة أصبحت تواجه المرأة السودانية الكلف وكلف مزمن كمان يعني ما بتعالج بالسهل. فياريت تحدثينا يعني مس لندن قدمت شنو لمشكلة الكلف أو الإسمرار التبقع الجلدي كل هذه الأشياء بترتبط بسمار اللون أو سمار المناطق المحددة. الكلف فعلا يعني بقت حاجة منتشرة شديد في السودان وعندها أسباب كثيرة ويعني بنحاول إحنا ننشر في التوعية. بقول أنا دائما للناس ولزبايننا إحنا أمهاتنا وحبواتنا ما كان عندهم كلف. ليه؟ لأنه ما عرضوا بشرتهم للمواد الكيماوية اللي ما معروفة المصدر اللي بنستخدمها أو بيستخدموها ناس هسه يعني الخلطات والتركيبات وكذا. فإحنا برضو بننظر للكلف بطريقة علمية زي ما قالت الدكتورة سحر في المحطة الخارجية. يعني أي حالة بتجينا ما بنديها نفس المنتج. الكلف هو واحد طبعا من حالات التفتيح. احنا التفتيح دي الناس بيستعملوها ككلمه شائعه واحد يقول لك عايز افتح من غير ما يعني مثلا يكون في فهم لانه المشكله دي هي شنو هي كلف هي اسمرار هي تبقع هي تصبغ جلدي هي اثار حبوب ولا كذا. فالكلف دائما احنا بنعرفه بحاجات معينه دائما بيكون ظاهر في الخدود في الجبهه احيانا بيظهر حول العينين وبيكون فيه خط حاد بين انه يعني بين بيفصل بين البشره بين اللون الفاتح واللون الغامق بكون عامل مثلث كده احيانا. ايوه فعندنا علاجات كثيره وللكلف الليله انا حتكلم عن منتج واحد وفي جلسات دي حتكلم عنها ان شاء الله في الجزء الثاني اللي حنعرضه بعد ما ارجع ان شاء الله من سفرتي. فالمنتج اللي هسه احنا يعني بيعالج الكلف اللي هو في بدايته أو في مرحلة متوسطة ممكن يكون أقرب ما يكون لتكشير كيميائي هو اسمه جاما هيدروكسي بيحتوي على حوامض الألفا هيدروكسي ممكن استخدامه في المنزل. في ناس بيكونوا مثلا ما عايزين يعملوا جلسات أو في حالاتهم بتاعت الكلف ما بتستدعي أنه زول يعمل لها جلسات علاجية. يعني الحاجة الحلوة في الكريم ده أنه هو تعمل لعلاج التصبغ الجلدي الهايبر بيجمنتيشن من شركة أسترالية. طبعا أستراليا مشهورة بأنها بلد الشمس فيها حارة حارة زي زينا كده في السودان. أيوة بعدين خطرة لأنه عندهم ثقب الأوزون يعني حتى عندهم مشاكل سرطان الجلد والكلف حمان الله كثيرة منتشرة. فمنتجاتهم دائما للتصبغ الجلدي بتكون كويسة. نعم بس حاجات عك بس عايزة أنبه سادة المشاهدين إنه حنفتح تلفون إذا في حد حاب يعني يتصل في غضون بس الخمسة دقائق القادمة مس لندن عن أي استفسار فتفضلي واصلي مشكلة. فالكريم ده هو تصنع لعلاج التصبغ الجلدي لكن بعد ما عملوا الاختبارات العلمية والتجارب عليه لقوا إنه بيعالج كمية من المشاكل في نفس الوقت اللي هي مثلا المسامات الجلدية الواسعة التجاعيد بيدي نظارة بيكفل المسامات الواسعة. الناس اللي عندهم مشكلة البورز بيعمل لها ريفايننج. طيب معلش مس لندن أنا لاحظت في الحلقات السابقة يمكن المنتج ده أعتقد إنه كان لونه كله أبيض ولا في تطوير ولا حاجة حتى الشركة نفسها أيوة. والله ملاحظة حلوة هسه أيوة. فعلا العلبة يعني القديمة يعني حاصل شنو هل التطوير في العلبة فقط ولا في المنتج لا نفسه؟ لا في المنتج نفسه. طيب ممكن تصحيح أيوة يعني مثلا المنتج الجديد أو الجاما هيدروكسي الجديد وفعلا يعني إحنا ده عندنا له أكثر من 3 سنين نسبة الحوامض فيه بقى فيه 3000 هيدروكسيز يعني حاجات علمية طبعا لكن كلها طبعا لشنو انه يشتغل احسن وبصورة افضل. والحاجة الثانية من الفيدباك بتاعنا عشان يكون متماسك اكتر عشان ينفع معنا هنا في جو السودان. يعني الكريم ما يكون محلول يكون اتخن متماسك. ولا دخلوا فيه ساليسيليك اسيد والاصلا هو فيه الجلايكوليك اسيد دخلوا فيه لاكتيك اسيد فبقى فيه 3 انواع من الالفا هيدروكسيز عشان يكون مفعوله اقوى عشان يعني كده طوروا ما بس شكل العلبه. ايوه ايوه يعني كثير 3 انواع من الاحماض احنا بنترجم العربي أيوة. لازم 3 احماض جديده يعني دخلت فيه. ايوه عشان كده اصبح في تطوير اكثر وبعالج المشكله بعمق اكثر. ايوه ايوه في حاجه احنا بنحبها في الشركات اللي بنتعامل معاها
انهم هم ذاتهم ما بيقيفوا, بيطوروا منتجاتهم وبياخذوا فيدباك مننا احنا ككاستمرز يعني, وبيعدلوا فيها, وكل مره الفورمولا بتكون احسن, كل مره بتظهر حاجات جديده في عالم التجميل, مكون جديد, اكتشفوا حاجه جديده, فدي كلها بيشيلوها يعني, بياخذوا الفيدباك وبيطوروا منتجاتهم. هسه احنا في شركه ان شاء الله انا همشي اتعاقد معاهم, حمد العقد في سفرتي الجايه دي, عندهم منتجات حلوه شديد للتفتيح وللكلف. هم من الفيدباك بتاعنا احنا, لانه بنجرب الحاجات قبل ما نمضي اي عقد, بناخد فتره يعني بين 3 شهور ل 6 شهور عشان ناخد المنتجات ونجربها على الطبيعه. هم اخذوا الفيدباك بتاعنا وطوروا منتجاتهم حتى قبل احنا ما نمضي الكونتراكت معهم. فان شاء الله لما نرجع يعني تكون مفاجأة العام 2015. بننبه تاني أسعد المشاهدين إنه خطوط الهاتف مفتوحة إذا في أي أسئلة في قضون الخمس دقائق القادمة لميس لندن عن منتجاتها. طيب في الفترة دي برضو بنديك فرصة يعني تتحدثي عن نصيحة يعني لكل السيدات والمرأة السودانية ما يواجهها في الموجة بتاعت البرد دي بالذات يعني. معليش أنا بركز عليها عشان بس صح. كان اول مره تدخل البلاد موجه بتاع البرد شديد. ايوه ابرد من لندن هنا كان لا يعمل مش لندن. انا قلت انت بتكوني جبتيها انت يا مس لندن معاكي يعني جيتي هنا عشان فياريت تحدثينا او تحدثي وتنصحي السيدات, نصيحتك شنو اليوم؟ انا عندي نصيحتين حابه اقدمهم في حلقه الليله. الاولى هي الوقايه 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 والوقايه. أنا حايد كلامي تاني في ترطيب البشرة. ترطيب البشرة حاليا في الجو الجاف ده وفي كل السنة دي حاجة ما بنقيف منها. هسي بنركز يعني منتجاتنا بتاعت الترطيب للشتاء مفروض شوية تكون مختلفة عن منتجات الصيف, بتكون فيها عاملة ترطيب أكتر يعني عشان الجفاف. عندنا منتج برضو اسمه سوبر مويس ده بيرطب البشرة بنسبة 450% في غضون للوجه ولا للوجه هاي في غضون عدة دقائق يعني. وفيه واقي شمس في نفس الوقت ده للناس اللي ما عندهم زمن يمسحوا كريمين فوق بعض يعني. فالترطيب والوقاية دي يعني استعمال واقي الشمس الصحيح يعني بتمنع ظهور المشاكل اللي احنا بعد ذاك بنجي بنصرف عشان نعالجها, لو كلف لو تجاعيد لو بتأخر آثار الزمن. العناية بالبشرة نبقى زي أمهاتنا وحبوباتنا يعني, بشرتهم بتكون لحد ما هم كبار حلوة كده, حتى الناس اللي بالشلوخ تلقي بشرتهم نضرة وكده. النصيحة الثانية حاجة ما عندها علاقة بالكريمات. احنا في العصر يعني اللي عايشين فيه ده وفي القرن اللي عايشين فيه ده ممكن أقول إن إحنا انفصلنا عن أنوثتنا شوية. بقينا مشغولين بمشاكل الحياة اليومية شديد, بنتوتر بسرعة, ما عندنا زمن لنفسنا, ونسينا يعني الحاجة الجمال الحقيقي اللي هو جمال الروح. بنفتش للكريمات دائما. الجمال الحقيقي أنا دايرة أقول إنه بينبع من جوا يعني, الرقة والنعومة والأنوثة اللي هي ممكن الزول يرجع على نفسه يعني. يعني أنا لو وديت نفسي مثلا ساعة كل أسبوع لنفسي أعمل فيها اللي عايزة, أقفل عليه باب أوضتي, أولع الشموع, أشغل ميوزك هادئة كده, أعمل ريلاكسيشن, أرقص يعني فترة كده للزول عشان بس الوحدة ترجع لأنوثتها ورقتها اللي هي حتنعكس في شكلها اكيد. وعدم الانفعال طبعا برضه, عدم الانفعال والتوتر كثير من السيدات بينفعلوا بسرعه جدا وبتوتروا يعني بسرعه كبيره. فايرات يعني ايوه كل سيده تحاول تتعامل بلطف وتعالج المشكله من زاويه شنو اللطف والرقه زي اللطف ما انت والرقة. احسن مما تنفعل في الناس فبيكون كده افضل, وبتلقى أيوة. تيم بتعاون معاه وبتلقى الناس بتتعاون معاه وحتى الناس ايوه ده بينعكس للناس برا يعني. انا لما ادي جمالي الحقيقي من جوا كانثى الناس بتشوفه يعني بينعكس كمرايه اكيد. جمال الروح هو الابقع والباقي دائما. عندك اي اضافه ثانيه؟ لانه يمكن الزمن خلص لو 5 دقائق لكن بس خليت التواصل تفضل. طيب وما في زول اتصل بالمناسبه, فتحنا الخطوط لكن يبدو الناس مركزين على لندن اكثر من انه يتصلوا, يمكن استفادوا من الحلقه فما حبوا يتصلوا. والله دي فرصه انه انا يعني عايزه اقول, عايزه اشكر معجبين مس لندن على تشجيعكم لنا, كل الرسائل اللي وصلتنا في الفيسبوك وكل الاتصالات والرسائل في الواتساب يعني جد هي دي الحياة اللي بتخلينا ننجز ونكون قدر المستوى إن شاء الله, ودائما نديكم الحاجة اللي بترضيكم.
حابة برضو أشكر فريق مس لندن، الناس اللي ظهروا في المحطة الخارجية والناس في لندن، التيم الموجود في لندن. من غيرهم أنا ما كنت هحقق النجاح ده، وإن شاء الله تابعونا في أنا بعد ما أسافر وأجي إن شاء الله حنعرض حاجات عن الشعر والبشرة والتخصيص ومفاجآت كثير إن شاء الله. شكرا كثير يا مها محمد الرضا، رئيس مجلس إدارة مس لندن، نتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا يا نهلا. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، حنقدم فقرة صغيرونة جدا نسبة لطلب كثير من السيدات، زي ما قلنا رابطنا بالفقرة الأولى تكشير الجسم بلمسة من الطبيعة. خلطة تكشير البشرة بتتكون من مكونات عادية موجودة في البيت، 2 ملعقة من السكر، يعتبر السكر من أقوى المقشرات الممكن تتواجد في المنزل. الحاجة الثانية فنجان من الخل، الخل التفاح لأنه خل طبيعي فما دخله كثير من المواد المصنعة زي الخل الأبيض. لو ما تلقى، إذا عملتي خل أبيض تخففيه إلى ملعقة واحدة فقط أو نصف ملعقة من الخل الأبيض. الحاجة الثالثة فنجان من الزبادي، برضو بيعتبر الزبادي من المبيضات والمفتحات الطبيعية اللي بتتواجد في الطبيعة. 2 ملعقة من الملح، برضو بيعتبر الملح من المقشرات وكمان من المنعمات للجسم بصورة كبيرة جدا جدا، ورخيص وموجود وبنغفل احنا عنه كثيرا. اخيرا فنجان من زيت الزيتون، لانه طبعا زيت الزيتون ما بنقدر نحصر في هذه الدقائق فوائده. فكل هذه الخلطة تخلطيها مع بعض، تخطيها ما بين 5 إلى 10 دقائق حتى تتجانس، وبعد ذلك تقومي تمسحي على كامل جسمك، تضعيها لمدة 20 دقيقة، وتبدي تغسل فيها بليفة خشنة زي ما ذكر الدكتورة ندى في الفقرة الأولى. بعد ذلك بتشيلك كل الخلايا الميتة والقشور والجلد الميت الموجود على البشرة في ظل هذه الموجة الموجودة اليوم، ويا ريت تكرريها يوم بعد يوم أو مرتين في الأسبوع فقط بس نسبة للجودة، لكن تاني تعمليها مرة واحدة فقط في الأسبوع. أخيرا بنتمنى أنه يعني كل السيدات استفادوا من هذه الحلقة. كانت الفقرة الأولى عن الجلد الميت، وكانت ضيفة الفقرة دكتورة ندى اختصاص الجلدية والتناسلية، وكانت الفقرة الثانية مع مس لندن، قدمت كثير من المنتجات عبر مس لندن، وأخيرا ختمنا بلمسة من الطبيعة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.